يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز عمل الأضحية للميت علما؟ هل يجوز عمل الأضحية للميت علما بأنه لم يوصي بها؟ الأضحية مشروعة عن الميت وعن الحي، وهي شعيرة عظيمة وسنة مؤكدة وفيها ثواب وأجر، تعمل عن الحي وعن الميت. واللي يقول إنها ما تعمل عن الميت ليس له دليل على التخصيص وعلى حرمان الميت، وهي صدقة من الصدقات، والصدقات مشروعة عن الأموات. نعم.